الآن إلى أحوال الطقس مع مريم. مساء الخير. مساء الخير صهيب، شكرا. أهلا بكم، أبدأ النشر الآن من الإسكندرية التي شهدت موجة من الطقس السيء وهطول الأمطار على سواحلها اليوم، حيث تتعرض المحافظة حاليا إلى نوة الفيضات الصغرى والتي تستمر لمدة 5 أيام يصاحبها شدة الرياح والأمطار. ولكن مع هذا قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة العمل بشكل طبيعي داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتبقى احتمالات إغلاق الميناء موجودة في حالة ازدياد شدة الرياح وارتفاع الأمواج حرصا على سلامة السفن. ويبدأ اليوم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، ويكون طقس مائل للبرودة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط مختلف هذه المناطق الشمالية من البلاد، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وهناك أيضا فرص لسقوط الأمطار على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وأقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين. نلاحظ من خلال الخريطة تكونات السحب الركامية على مختلف المناطق وتحديدا الشمالية التي تشهد اضطرابات ملحوظة في درجات الحرارة في الأحوال الجوية بصفة عامة وأيضا درجات الحرارة وأيضا على سيناء كما هو ملاحظ أمامنا. وتكون أيضا الأجواء جدا غائمة خلال هذه الأيام وخلال الأيام القادمة، يمكننا أن نلاحظ شدة السحب وكثافة هذه السحب على كافة أرجاء البلاد امتدادا إلى سيناء. أيضا أجواء غائمة على مختلف المناطق المصرية خلال الأيام القادمة، بينما درجات الحرارة بأرقامها لمساء اليوم فما زالت معتدلة اليوم، ولكن سوف تأخذ بالانخفاض كما ذكرت ابتداء من الغد، ومعنا 16 درجة مئوية على القاهرة والسويس. أيضا كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.